يعني ايه مش هتصوم؟ انا في رمضان يالا. قلت لك عبد العال ماليش نفس، ماليش نفس لاي حاجه. طب ايه رايك كان احنا نعزمك؟ انا نعرف مطعم قريب هنا بيعمل طبيخ زي الشهد، هتلحق سبع كرات. ماليش قادر يا جدع، ماليش قادر على اي حاجه. في يا محمد مالك؟ ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي حصل؟ الحب يا عبد العال. ايوه على الحب. يخرب بيت المهلبيه بالزبيب. بقى اللي عامل فيك كده سداد هو الحب. بس انا نعرف انك راجل مادع وبتحب النسوان، والمره اللي بتحب توقعها بتوقعها. الا دي يا عبد العال، الا دي. انا كنت فاكر نفسي زي ما انت بتقول كده لحد ما لقيت نفسي متعلق في حبال دايبه. تبقى هي هي المهلبيه بالزبيب. تستاهل. سكينه يا عبد العال، سكينه. سكينه يا عبد العال، سكينه. دي نعرفها؟ ايوه يا جدع. مش فاكر البنت اللي انا قلت لك شفتها بترقص في قهوه وبعد كده فتحت بيت هي وجماعه قرايبها؟ اه ايوه عادي. قلت لي انها بنت جدع بتحبك، وانا قلت لك انها مش من وقمك. لقيتها مره واحده كده قلبت عليا وقالت لي مش عايزه نشوف وشك تاني. لا من باب الطاق من غير لا يحمر ده طولك. لا هي كانت عايزاني يعني نقف معاها قصاد جوز اختها والفتوه بتاعها. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي. عايزك تبقى راجلها. بس انا ما بنحبش الخناق والبهدله، ودول ناس وشهم مكشوف وشضليه ومحدش يقدر عليهم. طب وانت ما فهمتهاش ده ليه كده؟ انت وهي كده في الرواق. هي حكمت رايها كده من غير ما تشوف. انت ما عرفتش تقيسها يا علا. يا ابني النسوان دي مخها قد كده، قد زبده الحمام، وبالكلام الحلو يا علا، بالكلام الحلو تخليها زي العجينه في ايديك. واسالني انا نقول لك النوع ده ما يجيش غير بالسك على النافوخ او بالحيل. لا يا عبد العال مش دي سكينه، دي شعله نار ولعه، فرسه حرنانه زعلها على باب مناخيرها. يعني بتنشن بتنشن. انت مالك؟ مالك ومالك؟ حب على قدك، حب من توبك من وقمك. غصب عني يا عبد العال، القلب وما يريد، الحب غلاب. بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها. بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها. طب وبعدين؟ هتقعد بقى كده مهموم ومغموم وشايل عبد القادر؟ مانيش عارف نعمل ايه. ما رحتلهاش ليه؟ ما رحتلهاش ليه وصالحتها؟ ده الدوي على الودان امر من السحر يا كروديا. رحت لصاحبة القهوة اللي هي صاحبتها عشان تكلمها لي يعني. قالت لي إنها خلاص سكت من ناحيتي، ولو شافت وش تاني هتقطع رقبتي بالسكينة. ده نار مدحس. ده بينها ولي عيانة بدماغها. عارفة يا محمد؟ أنا الولية دي لو عقلة يعني أنا كنت رحت لها وكلمتها ورجعت الزبيب للمهلبية. تقدر يا عبد العال؟ بس مش مع النوع ده. النوع ده من غير وش ما يستاهلش الزبيب. وبعدين يا عم انا خاف على نفسي، تقف تدب السكينه في بطني ولا تخبطني بخشب تصيح دمي. عشان خاطر صاحبك عبد العال، عشان خاطري جميلك ده انا هنشيله فوق راسي من فوق. طب محمد انا مش مستغنى عن عمري. وهي هتعمل لك حاجه انت ليه بس؟ انت فاعل خير. نلف لك سيجاره؟ امال خلصوا اكل. ولك كمان عندي سكرايه على حسابي. طب والغدا اللي بناكله ده؟ عندني. يا ساكنه فين يا قال؟ انا هنقول لك على الوان. انت تعرف الجدع اللي دخل ده؟ ولا عمري شفت. انت خينا اللي طالع. في حاجة؟ استنى عندك. طالع فين؟ الحلقة دي طلع فيها
ما هي مش وكالة من غير بواب. هو ده مش بيت حسب الله وسكينة؟ اشمعنى؟ هات خشي لي قافية تطلع مين بسلامتك؟ أنا المعلم عرابي الصامعي في توة الناحية دي كلها. أنا مؤكد يا سيدي المعلمين عدم المؤاخذة اللي معرفك جالك، ما تيجي نطلعوا كده ناخدوا كاسين مع بعضينا. طشكا اتفضل. دي مش عزوة مراكبية، دي عزوة مجاعة. كتاب بتقري من عنوانه. اسم الأخ ايه؟ محسوبك عبعال صاحب كوباية. وليه صاحب مجدع كده ما يتخيرش عنك أبدا؟ وصف لي المطرح هنا وقال لي إن القعدة فيه تستكيف تهدي المزاج. ما كدبش عليك، اطلع وانت تشوف. طب بالإذن يا معلمة. إذنك معاك يا مجدع. صلاة النبي أحسن يا أرض احرسنا عليك. إيه ده؟ هو القمر بيطلع بالنهار ده بس من ذوقك يا الدلعاج؟ إيه بس الجميل مستعجل ليه؟ ما لسه بدري. الألوان غلط يا عيني، أني ما بنشتغلش هنا. خسارة خسارة قوي. أمال تشتغلي فين؟ هي المصايب بتتحدف علينا منين؟ منين ما تحب يا طيب؟ هو أنا كنت اتصيت في نواضري عشان نشوف الحلاوة دي ولا نتهبلش؟ طب بقول لك إيه؟ روح نهبل في حتة تانية وسيبني. استني بس، مستعجلة ليه؟ اسم الجميل إيه؟ بنقول لك إيه؟ ما تسوقش فيه واوعى من قدامي بقى. استني بس. معرفوكي بنفسنا، محسوبك عبد العال صاحب كوباية. أنا ليلاتي هتلاقيني في الفحام عند كرياكو. طب وز المقلبية بسبب دي. أيوة كانت هنا، كانت مشاركاهم في الشغل. صلاة النبي أحسن. وبعدين إيه اللي حصل؟ كل واحد راح لحاله. وما تعرفيش حالها ده راح فين؟ ما نعرفش، يمكن أختها ريا هي اللي تعرف. تفتكري ريا هتقولي؟ الله، هو إهدى، هو أنت عايزها ليه؟ استنى شوية، مالك كده؟ أموت في المهلبية بالزبيب. ما احناش فاتحينها دكانة حلوان يا روح امك، انت بتدور على ايه هنا؟ ده بيسأل على الست سكينة. عايز ايه من سكينة يا حاضر؟ لازم حضرتك اختها الست رايا. هو انت ايه بقى العبارة؟ معايا امانة لاختك من جوزها. ايوه، هو لسه عايش؟ امر الله. هاتها من صلبان. لا، اصل هو بمصيني يسلم ورقة من ايدي لقيتها. هي تقولك. وهو راجع ام عيب علمك. لو انت ما كنتش بتشتغل معاه. انا خلصت وجيت. بس انت مش هتعرف تشوف ليه. على المؤاخذه ما بتكشفش على رجاله. لو انت الصادق ما بتطقش تشوف خلقتهم. اصل دي عدم المؤاخذه امانه من جوزها ولازم نسلمها لها. ما بنقول لك هات هنوصلها خوريا. روحي هاتلنا ازازة زبيب وهاتلنا اكل. عايز تاكل ايه؟ هات يا بنت الفلوس دي، روحي هاتلنا حجرين وحبة طويلة. حاضر. ايه خدت الفلوس منها ليه بس؟ عدم المؤاخذة مع شطان وواقع من الجوع. ما احنا هنأكلوك ونشربوك ونهننوك ونودوك لحد الغندوره اللي انت عاوزها. بتقول ايه يا روح امك؟ بقى انت بقى يا اخويا جايلي من طرف عره الرجاله محمد السداد؟ طب اقول لك ايه؟ اما تشوفه بقى يا حبيبي ابقى اقول له سكينه بعتلك دي. الله الله الله، اهدي اهدي. دي صحيح حلوه وعافيه، انما عدم المؤاخذه مش كل الطير اللي بتاكل لحمه. انا راجل جدع ومحبش حرمة تمد ايدها عليا ولا هتمد.
انت عايز ايه؟ اهو كده كده نتفاهموا. ما تشوف لنا حد نبعتوه يجيب لنا ازازه كده عشان نعرف نتكلمه. تعجبني يا ولد، انت باين عليك اجدع من صاحبك، وانت طلعت احلى من كل اللي قالوا عليك. قالوا انا جاي واسطه خير عشان ترجعه. انت بترجعلوش، ده ما يستهلكيش. انت محتاجه راجل مات يقف جنبك ويحميكي. انما عدم المؤاخذه السداد خرع خرنج كبانش. ده انا سايبه بالعاد زي النساوين. دي كنت ماشيه معاه ازاي؟ اكيد كل مره بتبقي شاربه وما انتش دريانه بروحك. يخرب بيتك، انت طلعت لي منين يا ولد؟ هموت في المهلبيه بالزبيب.